خلينا نبتدي بأهم الأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى بالأمس اجتماعين بخصوص مشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، واطلع سيادته على جهود صيانة شبكة الطرق القومية في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية اللي اتحققت في المجال ده، واللي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري. كمان أيضا الأكاديمية الطبية العسكرية نظمت المؤتمر الطبي الثامن للطب النفسي للقوات المسلحة، واللي استمرت فعالياته على مدار يومين. والحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم نشر مجموعة من الصور احتفالا باليوم العالمي للشباب، وأكد على أهمية تعليم الشباب مهارات مهمة لإرشادهم إلى مستقبل أكثر إشراقا. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، واطلع سيادته على جهود صيانة شبكة الطرق القومية في ضوء أهمية تعزيز النقل النوعية اللي تحققت في هذا المجال، واللي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري، بملوم تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة لتوفير الوقود والحد من التلوث البيئي. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية لتوطين صناعة النقل والسكة الحديد في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص. ووجه الرئيس بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتبادل الخبرات العلمية وتدريب الكوادر الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية، نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر الطبي الثامن للطب النفسي للقوات المسلحة، واللي استمرت فعالياته على مدار يومين بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والجمعية المصرية للطب النفسي والمجلس القومي للصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وبمشاركة نخبة من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين في مجال الطب النفسي من العسكريين والمدنيين. يهدف المؤتمر لتبادل الخبرات العلمية والعملية ومناقشة أحدث الأبحاث الدولية في مجال الطب النفسي والخروج بتوصيات مستقبلية قابلة للتنفيذ لموجبة التطور الطبي المتلاحق في هذا المجال. امبارح نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم مجموعة من الصور احتفالاً باليوم العالمي للشباب، وعلق الحساب الرسمي وقال: اليوم العالمي للشباب يؤكد ويحتفل بأهمية تعليم الشباب مهارات مهمة لإرشادهم إلى مستقبل أكثر إشراقاً. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة جنوب سيناء تم الانتهاء من أعمال تطوير الشاطئ العام بمدينة أبو زنيمة، أما في قنا فبيتم تجهيز إطلاق منصة إلكترونية للمستشفيات الجامعية. نروح بقى لشمال سيناء، تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير القرى الأكثر احتياجاً في بئر العبد، وفي الشرقية تم الكشف على 2000 مواطن في قافلة طبية ضمن حياة كريمة. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في جنوب سيناء أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبو زنيمة الانتهاء من أعمال تطوير الشاطئ العام وتزويده بكافة الخدمات وفتحه لاستقبال مواطني المدينة وزائريها. وتضمنت أعمال التطوير إنشاء كافي شوب للمشروبات والمأكولات السريعة وتجديد منطقة الكيدز إيريا وألعاب الأطفال وإعداد وتجهيز أماكن مخصصة للعائلات مع تركيب شماسي وغيرها.
في قنا أعلنت جامعة جنوب الوادي أنه جاري الإعداد لإطلاق منصة إلكترونية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين اللي بتخص المستشفيات الجامعية في ضوء السعي الدائم نحو تحقيق أعلى مستوى لرضاء المتعاملين مع المستشفيات الجامعية، وبتتيح المنصة استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة آلية. في الأليوبية أعلنت المحافظة عن افتتاح كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة اللي تم الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 40 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال دهان الأعمدة ورفع الأتربة من على جانبي الطريق لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة. في شمال سيناء انتهت المحافظة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجاً بقرى مركز بئر العبد بالمحافظة لرفع مستوى الخدمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، علاوة على توفير منح لإعانة الأسر الفقيرة خاصة المرأة المعيلة، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في كفر الشيخ أكدت مديرية الصحة أن مستشفى الأمراض الجلدية وقع خلال الأسبوع الماضي الكشف الطبي على 3945 مواطن، كمان تم الكشف الاقتصادي على 198 مريض وصرف 21 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 33 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية ضمن 140 رحلة أوروبية بيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، وبتجري السلطات المختصة بمطار مرسى علم عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تجديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، مع نقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. فأسيوط أعلنت المحافظة عن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة في مركزي منفلوط وديروت، وتمت مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بيقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروت اللي بلغت 288 مشروع بتكلفة 3 مليار و34 مليون جنيه. في الأقصر شهد أرض مطار البالون الطائر تحليق الرحلات بصورة طبيعية مع تحسن في حالة الطقس، وانطلقت امبارح 29 رحلة بالون على متنها أكثر من 700 سائح من حول العالم وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح. في الشرقية تم تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية الرجيلة التابعة لمدينة صان الحجر استمرت لمدة يومين، ووقعت الكشف الطبي على ما يقرب من 2000 مواطن وتم صرف العلاج اللازم ليهم، وشملت القافلة 14 عيادة بها 12 تخصص طبي لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بمركز ومدينة بلبيس، وكمان تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.